أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين بحلقة جديدة من برنامجكم خطوات أردنية. رحبوا معي بضيفي لهذه الحلقة السيد سلطان الداود. بداية نسعد مساك ومساكي ومسا المشاهدين. أهلا وسهلا كلك. في البداية طبعا حضرتك صاحب محل اسطنبول للأراجيل والمعسل وبالتحديد في الرمسة. تعرفني وتعرف السادة المشاهدين بنبذة بسيطة عن حالك. سلطان الداود من مدينة الرمسة، عمري 27 سنة، طالب جامعي. بدأت مشروعي تقريبا من 7 أشهر. نعم بالتوفيق. بس تحكي لي أكثر عن بداياتك، أنت أصلا كيف دخلت على هذا المجال؟ والله هي كانت انطرحت فكرة من صديق لإلي بيشتغل بنفس المجال، وراح حبت بالفكرة لأنه أنا بعشق يعني هاي الشغلات، والحمد لله بدأت بيها وسالك الأمور بالتوفيق. بس شو هي أهم الخدمات والأصناف اللي أنت أصلا عم بتوفرها هون عندك للزبائن؟ نقوم بتوفير كافة مستلزمات الأراجيل، من معسل، من فحم، من سكائر إلكترونية ومستلزماتها، وكثير من الأصناف. نعم، بس شو اللي عم بيميزك عن المحلات الثانية بالرمسة؟ هسا بنتميز احنا، هسا كل محل بتميز بشيء. احنا بنتميز بأسعارنا، بنتميز بخدمتنا لزبائننا، بنوفر لهم خدمة التوصيل لكافة أنحاء المملكة. نعم. وبأسعار رمزية. نعم. بس أصلاً أنت شو هي المشاكل والمعوقات اللي أنت عم بتواجهها بهذا المجال؟ الحمد لله ما في لا أي صعوبات ولا أي معيقات واجهتني. نعم. ننتقل إلى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا ستقول له؟ أول إشي بنوجه له التحية وبندعي له رب العالمين يطول لنا بعمره ويديم علينا الأمن والأمان إن شاء الله. إن شاء الله. بس أكيد أنت في حدا ترك بصمة بحياتك وأعطاك الدافع لوصلت لهذه المرحلة، فأنت لمين بتحب توجه رسالة شكر عبر برنامجنا؟ بعد رب العالمين، والدي ووالدتي ونسيبي، ما قصروا معي، هم اللي وصلوا الحمد لله لهذه المواصيل. كيف يمكن للسادة المشاهدين التواصل مع حضرتك؟ تحكي لي أكثر وين مكانك بالرمثة، شو هي طرق التواصل معك؟ تمام، إحنا بالرمثة دوار الإيد سابقا باتجاه المصرة 100 متر. موجودين على الفيس وعلى الانستغرام، اسم المحل اسطنبول للمعسل بالأراجيل. شكرا لك. يا هلا فيك. وفي نهاية هذا اللقاء أعزائي المشاهدين نود أن نشكر سلطان الداود على حسن استضافته لنا وعلى أمر اللقاء بكم مجددا. نورت ساعتكم. يا هلا، سعدت. شكرا لك. أهلا وسهلا.